بسم الله الرحمن الرحيم. آخر محاضرة في الكورس بتاع الالتراساوند اوف ذا كيدنيز، رينال تروما، الإصابات بتاعة الكيدني. رينال تروما بتتفاوت من مجرد كونتيوجن، كدمة في الكلية، لحد شاترد كيدني، الكيدني مقسومة نصفين، أو افالسد هايلم، الهايلم بتاع الكيدني اللي فيه الفيزلز والبلفس بيحصل له انجري. فهنا عندنا الكيدني دي شاترد وفي مالتيبل لاسريشنز، تمام، والعيان طبعا بريزنتد بهيماتوريا. الاسباب بتاعت الرينال تروما ممكن يكون موتور كار اكسيدنت، ممكن يكون رينال بايوبسي اتاخد منه بايوبسي، او عمل ازول. والجريدنج بتاع الرينال تروما اقل جريد لو هي حته كونتيوجن او سب كابسولار هيماتوما صغيره، اعلى منها لو في رينال لاسريشن اقل من 1 سنتي، اعلى منها لو في رينال لاسريشن او تير اكتر من 1 سنتي، اعلى منها لو كان في انفولفمنت للرينال كاليسيس او رينال بلفس، اعلى منها لو في افالشن للرينال هايلم او في شاترد كيدني. هنا عندنا في سب كابسولار هيماتوما، سب كابسولار هيماتوما تحت الكبسول اوف ذا كيدني، تمام، والسب كابسولار هيماتوما بتبوظ الشكل بتاع الكيدني، distort the structure of the kidney بخلاف البيري نفريك هيماتوما او البيري رينال هيماتوما، تمام. وهنا الرينال كبسول بره، يعني هي تحت الكبسول، بخلاف حاله مثلا زي دي، دي صب بيري نفريك هيماتوما، ادي الكبسول اهو، تمام، لكن هنا في لارج هايبوكوك ليجن. في الاكيوت ستيج زي ده مثلا، تمام، بيكون ايه، بيكون هايبر ايكويك عشان هو فيه فريش بلاد، فالدنسيتي بتاعته عاليه شويه. وده فعلا كان يوم بعد التروما، كان فيه الهايبر ايكويك ليجن ده بوستيريور للكيدني وعمل لها ديسبليسمنت انتيريور. ما هوش طبعا البرينفريك فات، لا ده هيماتوما. بعد كده حصل لها ليكوفاكشن بعد اسبوع من التروما، ميجا هايبو ايكويك، وبعد كده ابتدى يحصل اورجانيزيشن تدريجيا في الهيماتوما دي لحد لما وصلت للشكل ده.